اهلا بكم في فيديو جديد من جغرافية مصر وحوض النيل. والنهاردة بنتكلم عن ثاني الوحدات التضاريسية في مصر، لكن هي اكبر الوحدات التضاريسية في مصر لانها بتشغل ثلثين مساحة مصر. اما ثاني يعني ترتيب المنهج، لان احنا اتكلمنا الاول عن وادي النيل ودلتا والفيوم، هنتكلم بعد كده مين عن الصحراء الغربية اللي هي اكبر وحدة تضاريسية في مصر. خلي بالكم من الكلام. طب ليه هي اكبر وحدة تضاريسية في مصر؟ لانها تشغل اكثر من ثلثين مساحة مصر. خلي بالكم من الكلام دوت كويس. طب تعال نشوف الصحراء الغربية ديت. انتوا عارفين يا اولاد انا رحت زرت الصحراء الغربية دي، رحت خدت الكاميرا وقمت جاي نزل الصحراء الغربية. الصحراء ديت انا بزعل جدا اللي نقول على الصحراء الغربية صحراء، لان مفهوم كلمة الصحراء لدى كثير من المصريين يعني معناها فقيرة، ولكن الصحراء الغربية دولة ضخمة اذا احسن استغلال موارده. تخيلوا انتوا بقى الكلام دوت. تعالوا نشوف الكلام ده ونطبقه الاول في الثانويه العامه، وبعد كده نشوف احنا هيكون موقفنا ايه من الصحراء الغربيه بعد ما عرفت كل الموارد بتاعها. اولا الصحراء الغربيه ديت زي ما انتوا شايفين شمالا بحر متوسط. شوف بقى العالي الاذكياء، وانا قلت لكم الذكي ده عمله نادره، وانتوا كلكم عيال اذكياء. لما يقول لي شمالا بحر متوسط، ارتباط شرطي بتطلع على البحر المتوسط، يبقى فيه امطار شتويه. يبقى اذا شمال الصحراء الغربيه تسقط عليه امطار شتويه، يبقى فيه زراعه، يبقى فيه استقرار في الشمال. يبقى دي مورد مائي في الصحراء الشرقيه. شوف انا بشرح الموقع لفت نظركم ان في الشمال بحر متوسط، يبقى عليها امطار بحر متوسط، هتخزن مياه البحر الامطار اللي هي في الشتاء في الاشكال الرمليه اللي موجوده فين؟ في شمال الصحراء الغربيه. يبقى هيقوم زراعه وهيقوم استقرار بشري، وشمال الصحراء الغربيه يعرف باسم اقليم مريوط. اتذكروا بقى لما اجي ادرس سيناء، شمال سيناء ايضا استقرار بشري بسبب الاشكال الرمليه نتيجه سقوط الامطار. ربطتهم لك الاثنين مع بعض عشان ما ننساهمش. غرب الصحراء الشرقية توجد ليبيا، يوجد بحر الرمال العظيم الذي جعل الحد الغربي لمصر حد قوي. ليه؟ لأنه بيتماشى مع ظاهرة طبيعية اللي هي بحر الرمال. شوف بقى العالي الأذكياء، عيال بتربط يقول لك ده الحد الغربي ده اللي بيمشي مع خط طول 25 شرقا. قوي ليه؟ لأنه هيمشي مع مين؟ ظاهرة طبيعية اسمها بحر الرمال. شوف ما تقوليش انا بدرس الصحراء الغربيه بس، انت خدت الصحراء الغربيه قبل كده؟ خدتها بطريقه غير مباشره. فين؟ لما قلت لك ان هبط الانسان المصري الاول من الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه. ولذلك وهاكرر السؤال ده لما اجي اتكلم عن الصحراء الشرقيه، اقول لك الصحراء الشرقيه لعبت دورا بشريا في مصر. الاجابه صح. طب صح ليه؟ لان هبط منها الانسان الاول اللي هو شعوب البحر المتوسط من الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. وأذكرك بالسؤال ده اما اجي ادرس تاني الصحراء الشرقية. ما تجيش بقى تقول لي بقى ايه ده احنا بندرس الصحراء. لا يا بابا حاسبه كده كويس وخلي بالكم. يبقى انا عرفت ربطتها لك بسرعة ان الصحراء الشرقية لعبت دورا في الحياة البشرية في مصر. اتذكر شعوب البحر المتوسط لعبت دورا في حضارة مصر. نعم لعبت دورا في حضارة مصر، وياريت تبعتوا لنا الاجابه وتشوفوا ايه الدور الحضاري اللي لعبته الصحراء الشرقيه. والسؤالين في نماذج الوزاره، يعني معناه ان احنا بنبحث عن الفهم. يبقى شمال الصحراء الغربيه بحر متوسط، غربها يوجد اللي هو مين؟ ليبيا. جنوبها توجد مين؟ السودان. شرقها يوجد نهر النيل والدلتا. ده اسمه الموقع الجغرافي بتاع الصحراء الغربيه. تعال نشوف الظاهرات بقى التضاريسيه اللي بتميز الصحراء الغربية. صحراء ضخمة، يا نهار ابيض ثلثين مصر مش عارفين نستغلها. تيجي تقول لي صحراء، صحراء مين يا ابني؟ تعال نشوف الصحراء دي شكلها ايه. اولا الصحراء الغربية
اللي احنا قلنا كام؟ تلتين مساحه مصر. دي بتتكون من اسطح صخريه. خلاص؟ شوف ترتكز على قاعده قديمه. ايه هي القاعده القديمه؟ اللي هي الزمن الاركي. ما انت لازم تسال ايه هي القاعده القديمه ديت؟ مش هقعد احفظ تتكون الصحراء الغربيه من اسطح صخريه مختلفه. وايه ده؟ ايه ده؟ حاسب حاسب. ترتكز على قاعده قاره. ايه التكوينات الاحدث بقى؟ قال لك تكوينات خرسان نوبيل. وده سؤال في كتاب المدرسه في 6 ص 96. كتاب المدرسه ص 96. انا بنبهك وبنبهك عشان ايه ما نقولش الاسئله دي. والاسئله دي بتقول لي خلي بالك انا هحط لك اسئله الثانويه العامه على غرارها بالظبط كده. فبيقول لك ايه؟ جنوب الصحراء الغربيه يوجد خرسان نوبي. طب ما انا عندي هضبه الجلف جنوب الصحراء اللي هي الغرب. اسمها هضبه الجلف بالمناسبه، بعض الناس بيقولوا عليها الجولف، لكن ليها مسمى جغرافي في الجلف نتيجه ما علينا، خلينا في الكلمتين بتوعنا. يبقى انا عندي هضبه الجلف صخورها ايه؟ رمليه. في الكتاب صفحة 96 يجي يقول لك ايه؟ تكوينات هضبة الجلف صخور نقط موجودة في الكتاب. يبقى اللي يخليه يجيبها لي في الكتاب ممكن يحطها لي سؤال وممكن يجيب لي عليها سؤال. يبقى تكوينات هضبة الجلف صخور رملية لأنها خرسان ايه؟ نوم. ما انساش. طب الخرسان النوبي لما يبقى في الصحراء الغربية ده ليه أهمية اقتصادية؟ لان بيه مسمات، المسمات تحتفظ بالمياه الجوفيه. المياه الجوفيه تؤدي الى ظهور الواحات مما يترتب عليه ظهور نشاط اقتصادي في الصحراء الغربيه. ماذا يحدث لو لم يوجد الخرسان النوبي؟ جاوب بقى وجاوب بقى، مش انتوا ثانويه عامه بقى وبتفكروا؟ جاوبوا بعد الشرح، جاوبوا واتصلوا بينا واحنا نقول لكم ادي اهو. انت مفكر انه يجي يقول لك ايه؟ جنوب الصحراء الغربيه ده خرسان نوب. طب ما انا حفظتها. طب ايه اهميته الاقتصاديه؟ يقول لك هو عنده اهميه اقتصاديه. مش قال لك يا ابني في مسمات؟ مش قال لك ان في مياه جوفيه؟ مش قال لك ان المياه الجوفيه ديت هي اللي ادت الى ظهور الواحات الخمس في الصحراء الغربيه؟ يبقى انا عندي كام واحه في الصحراء الغربيه؟ 5. يجي الطالب والطالبه العبقريه يقول لك انا عايز افتكر رقم 5 ده بيفكرني بايه في الجغرافيا عشان ما انساهاش. 5 بحيرات في هضبة البحيرات، 2 حوضية و3 أخدودية. 5 يفكرني بإيه كمان؟ بالبحيرات الشمالية في مصر. 5 يفكرني بإيه؟ بالواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية. مش هنساها، أنا عايز رقم 5 يفكرني. وكلهم أسئلة هامة. طيب يبقى أنا عرفت 5 واحات. وخلي بالكم الاسئله في الواحات بتيجي في منتهى الجمال. مره ثانويه عامه قال له من اصغر الواحات في الصحراء الغربيه. كمل يا حبيبي، كمل كمل يا اللي قاعد تحفظ. طب ما ممكن يجي يقول لي ايه؟ من اعمق الواحات في الصحراء الغربيه. طب ما ممكن يجي يقول لي من الواحات المتعدده في النشاط الاقتصادي. فكروا بقى فيها بقى بتوع الحفظ بقى، عايزك تفكر لي. وكلهم ثانويه عامه، فيش الا اتنين في النماذج. سؤال اولاني، اصغر الواحات في الصحراء الغربيه. فكر يا اللي قاعد تحفظ. تلاقي الطالب زي ما قلت لكم قبل كده بيقعد ايه مربع كده ومستني شتمتين وضربه وعصايه وما اعرفش ايه. يا ابني قال لك اصل انا هحفظ الخمس واحات. طب ما ممكن ما يجيبليش كده، ممكن يجي يقول لي يا ابني لما يا بنتي لما تيجي تشوفوا السؤال شوفوا الاول جه فين. جه في الامتحان؟ جه في النماذج؟ يبقى ممكن يحط لي عليه اسئله ثانيه كتير. ممكن يجي يقول لي زي ما انا قلت لكم من اصغر واحات الصحراء الغربيه، من اعمق الواحات في الصحراء الغربيه، من الواحات التي تتميز بالنشاط الاقتصادي وتنوعه في الصحراء الغربيه. 3 جاوبوهم بس هيطلع وانا بشرح هقوله، فخلي بالكم معايا. يبقى انا دلوقتي عرفت الجزء الجنوبي من الصحراء الغربيه خرسان نوبي بمسمات، الجزء الشمالي حجر جيري من عند اسنا لحد البحر بيرتكز على قاعده اركيه زمن اركي. طب في الدماغ كده، ما هو اساس مصر زمن اركي. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم ان الازمنه ملغيه. ملغيه
بس في حتت منها غير مباشر هتجيلي في قلبي كده. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الصحراء الايه الغا. طيب الصحراء الغربيه ديت اللي احنا عرفنا موقعها ديت وعرفنا شمالا بيحصل ايه، بحر متوسط فيها اقليم مريوط فيها سالي ساحلي. اما اجي ادرس الصحراء الشرقيه اقول له خلي بالك في سالي ساحلي في الصحراء الشرقيه في الشرق اسمه ساحل البحر الاحمر، ممكن يجي لي سؤال يقول لي قارن بين ساحل البحر الاحمر وساحل اقليم مريوط من حيث مظاهر السطح، من حيث الاهميه الاقتصاديه، من حيث موارد المياه. ثلاث حاجات: مظاهر السطح، الاهميه الاقتصاديه، موارد المياه. هتيجي ازاي ديت؟ الا اذا لازم اكون افهم. خلي بالكم من الكلام علشان ما تجيليش بعد كده تقعد تقول لي ايه ده الجغرافيا حفظ بره. مصمم ابقى شوف اللي ايه اسئله الامتحان وشوف اسئله كتاب المدرسه صفحه 96، كتاب المدرسه طابعه الثمانيه صفحه 9. تعرفين كتاب المدرسه كاتب لي سؤال برضه وهقوله في الشرح، يجي يقول لك ايه انت درست بحر الرمال؟ اه درست بحر الرمال. وقلنا ان هو غير مأهول بالسكان؟ قلنا غير مأهول بالسكان. وهتلاقي الطالب يجي يقول لك ايه الاختلاف طبيعته التوبوغرافيه. وخلاص عرفت طبعا اختلاف طبيعته التوبوغرافيه يعني اختلاف ملامحه التدرسيه نتيجه عوامل التعريف. الطالب الشطور بقى والطالبه الشطوره يقول لك انا خدت التوبوغرافيه دي فين تاني؟ خدتها فين؟ في طالب كده اه في الفيوم. يبقى ممكن يجيب لي سؤال يقول لي قارن بين اسباب التغيرات التوبوغرافيه في الفيوم والاسباب التوبوغرافيه في بحر الرمال، وبعدين وما النتائج اللي ترتبت على ذلك. احطلي في كتاب مش قال لي في توبوغرافيه في الفيوم وفي توبوغرافيه في بحر الرمال؟ تذكر توبوغرافيه الفيوم وانا هقول لك توبوغرافيه بحر الرمال وشوف ايه موجود في كتاب المدرسه. احنا هنا بقى عارفين كل حاجه في كتاب المدرسه، مش هنقعد نفتح لك الكتاب ونقراه لك، انت تدور وانت تدوري. ما تقوليش معيش كتاب المدرسه، معاكش كتاب المدرسه خليك معانا. خلاص يبقى توبوغرافيه بحر الرمال المتحركه المتغيره بسبب العوامل التعريه، ادي واحد. تاني حاجه الجفاف. تالت حاجه ان هو اشد جفافا وحرارا وطبيعته المتغيره جعلته من المناطق الغير ماهوله في السكان. يبقى لما يجي لي بقى سؤال يقول لي من المناطق الغير مأهوله في الصحراء الغربيه بحر الرمال فسر، يجي يقول لي فسر، ابقى انا خلي بالي بقى من كلمه فسر دي، فسر ليه؟ في حاجه في الكلام ده؟ اقول له اه خلي بالك من الكلام ده. ده واحد. طيب تعالى اما نشوف برضه الصحراء الغربيه، يجي يقول لك ايه؟ الصحراء الغربيه اللي انا قلت لك ديت فيها بحر الرمال، يبقى اذا فيها اشكال رمليه متعدده بتغطيها الرمال بنسبة 40%. النسبة دي صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. يبقى يجي يقول لك ايه؟ الرمال تغطي معظم الصحراء الغربية. بس اقول له بسبب نشاط عوامل التعرية. يبقى لعبت عوامل التعرية دورا في الصحراء الغربية. دلل لكثرة الرمال مثل الغرود ومثل الفراشات ومثل بحر الرمال تعريه ليلوي. يبقى انا عندي اهو اشكال رمليه. طب الغروب دي واخد اتجاه من الشمال الغربي للجنوب الشرقي، قال لك بسبب الرياح اللي بتهب. يبقى الرياح الشماليه الغربيه هي اللي عملت لي الغروب بهذه الطريقه. يبقى دي ايه؟ فراشات رمليه. طب انت بتدرسها ليه؟ قال لك عشان هاجي لك واقول لك الصحراء الشرقيه تكاد تكون خاليه من الاشكال الرمليه. ولا يا بنت ركزي، الصحراء الشرقيه خاليه من الاشكال الرمليه لان صخورها صلبه قاومت عوامل التعريه. يبقى اذا الصحراء الغربيه صخورها ايه؟ لينه، جير وخرسان نوبي، فاستجاب لنشاط عوامل التعريه زائد الاستواء فكثرت الاشكال الرمليه في الصحراء الغربيه. اهو ده ميزه الطالب المحترم، وانا عارف ان انتوا كلكم طلبه محترمين وبتفهموا. يبقى انا عندي الصحراء الشرقيه 40% رمال. ليه؟ للنشاط عوامل التعريه. يجي لك بقى سؤال ثانويه عامه بقى، يجي يقول لك ايه؟ الصحراء الشرقيه لعبت فيها عوامل نقط في تشكيلها. خلاص؟
اقول له عامل بطنيه وعامل التعريه المائيه وهكذا. لكن ممكن يجي يقول لك ايه العوامل التعريه المائيه في الصحراء الشرقيه تظهر في هو، اقول له في الاوديه الجافه، والتعريه الهوائيه تظهر في الصحراء الغربيه في نار، اقول له في الاشكال الرمليه دي واحد والمنخفضات اتنين. مش المنخفضات دي تكونت بفعل التعريه الهوائيه التي نحتت في مناطق التقاءات الجيولوجيه الضعيفه او في المناطق الصخور الضعيف. تلاقي الكلام ده موجود عندك في الكتاب في صفحه، عشان ما تقعدش تدور هتلاقيه موجود في الكتاب صفحه 84. يجي يقول لك ايه تكسر الاحواض الداخليه، فين يا عم الحاج؟ قال لك في الصحراء الغربيه. ليه؟ قال لك لنشاط عوامل التعريه التي نحتت في مناطق الالتقاءات الضعيفه اللي هي الجيولوجيه. يجي لك سؤال كثره المنخفضات في الصحراء الغربيه، قوم جاي قايل له الاجابه دي. يبقى الصحراء الغربيه، عشان يبقى كل الناس واخده بالها من الكلام ده، ما يبقاش اقعد احفظ 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 واجي في الاخر اقول له ايه ده الجغرافيا حفظ، ده الجغرافيا ما اعرفش ايه، ده تسميع. لازم تعرف ان كل معلومه بتدرسها في الجغرافيا تسال نفسك انا بدرسها ليه، وسؤالها هيجي ازاي. هقولها لكم للمره الاخيره، انا بدرسها ليه؟ انا بقول المنخفضات، وخلي بالكم في منخفضات وفي انخفاضات. طب ما الفرق بين المنخفضات والانخفاضات؟ استنوا بقى في الفيديو القادم واحنا هنشوف الفرق. ايه ما انتوا بقى تتصلوا بينا بقى وتقولوا لنا. يبقى انا عندي الصحراء الغربيه بتنقسم الى المنخفضات. المنخفضات ديت القاع بتاعها يمثل واحات، القاع اخفض نقطه فيها واحات. المنخفضات بتنقسم يا اما انخفاضات مهوله بالسكان يا اما منخفضات غير مهوله بالسكان. المهوله بالسكان فيها مياه جوفيه، فيها زراعه، فيها نشاط، فيها واحه. الغير مهوله زي وادي الريان ومنخفض القطاره، ده منخفضات غير مأهوله بالسكان. واخد بالكم من الكلام؟ في عندنا القطاره ليه غير مأهول بالسكان؟ وده اكبر منخفض في الصحراء الغربيه، هو جزء من منخفض كبير. ولعلمكم كل الواحات اللي عندي جزء من منخفض، يعني الواحه الخارجه جزء من منخفض تقع فيها الشرق، والواحه الداخله جزء من منخفض من ناحيه الايه؟ الغرب. خلي بالكم من الكلام. ودي خارجه ليه؟ قال لك لانها قريبه من الوادي، وكان يعتقد ان هي هتفرقع نهر النيل فاطلقوا عليه الوادي الجديد. طب الوادي الجديد من كام واحه؟ قال لك من ثلاثه، الواحه الخارجه والداخله والفرافه. تصدق بقى وتصدقي ممكن يجي لي سؤال اخر السنه اعمل لي ازاي؟ تنتمي الواحه الخارجه اداريا لمحافظه نقط. ما تقولش مش جاي، ما تقولش مش ده بلدنا. وأسئلة بتقول كده، كتاب بيقول كده، يقول لك تنتمي إداريا الواحة الخارجة أو الفرافرة أو الداخلة إلى محافظة نقط. فكروا فيها برضه، مش هقول الإجابة أبدا، لازم تشغل مخك معايا. طب ما ممكن يجي يقول لي تنتمي الواحة البحرية إداريا لمحافظة نقط. آه أوعى ما تقولش لا، أو مش عايز أسمع كلمة لا دي أبدا، ده ثانوية عامة. وما تقوليش ما بين السطور عشان ما نزعلش مع بعض. ما بين السطور لو بصيت ما بين السطور هتلاقي فاضي فراغ، هيجيب لي ما بين السطور فراغ ازاي؟ الطالب بقى اللي هو ما درسش الماده بعمق او كان بيحتفظ بيحفظ ويجي يشوف سؤال زي ده يقول لك ايه ده ما بين السطور. ما انت اللي ما فهمتش بقى قعدت تحفظ. اقولهم تاني وركزوا معايا واتصلوا بينا. الواحه الخارجه والداخله والفرافره تنتمي اداريا لمين؟ لمحافظه يد واحد. الواحه البحريه تنتمي اداريا لمين؟ اتصل بيا وقول لي. الواحد سوى تنتمي اداريا لمين؟ اتصل برضه منه. وادي النطرون ينتمي اداريا لمين؟ كل دي اسئله وارده. ده ممكن يجي يقول لك ايه؟ والله ده العيال ديت مصريين وبيحبوا مصر. طب ما نقول له منخفض القطاره ينتمي اداريا لمين برضه؟ طب بص يا طلبه، اه هي دي الاسئله. يقول لك ايه؟ انا هميز الطالب ازاي؟ ما بص عيد تاني. انا لما اجي اقول لك قارن بين الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه من حيث التصريف ومظاهر السطح والكلام ده، مفيش حد هيغلط، والله ما حد هيغلط. لكن اللي هيغلط اللي مش فاهمني النقط الصغيره. ويجي لاخر وقت ده كان الامتحان صعب، اقول له انت مش صعب، انت اللي ما فهمتش كل معلومه وراها ايه. كل معلومه وراها سؤال وراها فهم. طيب منخفض القطاره غير مأهول للسكان ليه؟ لانه عميق. اعمق منخفضات، اعمق منخفضات الصحراء الغربية به بحيرات ملح
او سبخات ملح. خلاص. تاني نقطه ما فيهوش مياه عذبه عشان كده غير مهول بالسكان. قال لك بقول لك ايه، مش منخفض القطره ده قريب من وقريب من البحر المتوسط؟ قريب من البحر المتوسط. طب ايه رايك، ما مقترحاتك للاستفاده من منخفض القطاره؟ هو يقول لك كده، ايه مقترحاتك بقى؟ اقول له ايه مقترحاتي ديت، انا ما حفظتهاش، لكن لما تفهم يقول لك المنخفض ده قريب من البحر المتوسط بحوالي 56 كيلو، طب اعمل ايه؟ قال لك ما يجي لك بقى سؤال يقول لك ما مقترحاتك للاستفاده من منخفض القطاره؟ اقول له توصيله من البحر للمتوسط واستغلال فرق المناسيب، لانه اعمق منخفض في الصحراء الغربيه. خلاص، اعمق منخفض 134 متر، استغل فرق المناسيب في توليد الكهرباء، ممكن اعمل مشاريع، المنخفض يتحول بحيره، ممكن اعمل عليه مدن سياحيه، ممكن البحيره دي تغير لي طبيعه المناخ في قلب المنطقه دي. شوفوا قد ايه، شوفوا الصحراء الغربيه ممكن بدل ما اعمل مفاعل نووي في الضبع والوث الدنيا، طب ما اوصل منخفض القطاره بالبحر المتوسط ويبقى عندي حاجه نظيفه جدا، بدل ما اعمل مفاعل نووي ويعمل لي تلوث ممكن يحصل لي حاجه فيه ويبوظ لي الشاطئ الشمالي، طب ما انا اوصل البحر الاحمر، اوصل البحر المتوسط عبر قناه الى منخفض القطاره، واستغل فرق المناسيب في توليد الكهرباء واقامه مجتمعات عمرانيه وتحويل المنخفض الى بحيره زبل من الثروه السمكيه، وممكن تؤدي الى غزاره الامطار لانها هتغير لي المنطقه المناخيه. يجي طالب يقول لك بقول لك ايه بقى، منخفض القطاره ده هيغير لي من الناحيه المناخيه، اولا 19500 فاكرين او هتدرسها في المناخ، لما يجي يقول لك ترتفع الرطوبه في اسوان شتاء هيقول له بسبب بحيره ناصر، وبحيره ناصر كام؟ 4000. اذا كانت بحيره ناصر ال 4000 اما تيجي تدرسها في المناخ ادت الى ارتفاع الرطوبه في جنوب مصر شتاء، طب ما بالك بقى ب 19500 هتعمل ايه في المناخ في المنطقه دي؟ عايزين نفكر ونستغل الموارد الميته ديت اللي احنا قاعدين ندرسها عشان نحفظ فيها في الامتحان لكن ما نستفيدش منها. يبقى انا دلوقتي عرفت بحيرات الملح اعمق نقطه، فاصبح منخفض الايه؟ عفوا، القطاره غير مهول بالسكان. طب ما انا عندي وادي النطرون مهول بالسكان مع ان في بحيرات ملح. عفوا، اقول له انه قريب من الدلتا، ينتمي اداريا ل عفوا ينتمي اداريا لمحافظه البحيره، ممكن اوصله بالميه لان عندي جنبه الرياح البحيري وطريقه المباريه والحاجات دي كلها، في زراعه، في صناعه لان في ملح النطرون، عشان كده في سكان. عفوا، يبقى هنا ممكن يجي يقول لي قارن بين منخفض القطاره ووادي الريان من حيث التكوين، خلاص، ومن حيث الاستقرار البشري. التكوين كلاهما تكونوا بفعل التعريه الهوائيه عشان ما ننساش، الجويه، خلاص، فحفرت في مناطق التقاعات الجيولوجيه الضعيفه فكونت المنخفض ده والمنخفض ده، يبقى متشابهين. الاختلاف ان ده مهول بالسكان اللي هو المطرون، ده غير مهول بالسكان اللي هو القطاره، مع مزيدا من الايه؟ من الشرح، واخد احلى درجات عشان بفهم، مش هقعد احفظ الريان. تعالى بقى في الريان بقى، الريان ده جنوب الفيوم، مع ان الريان ده اقل منسوبا من الفيوم لكن هام جدا للفيوم. ليه؟ لان وصلت الريان بالفيوم، لما وصلت الريان بالفيوم عملت توسع زراعي، لان مشكله الفيوم في الاولى والاخيره كانت الصرف. ليه؟ لان الفيوم تصريفه داخلي والارض منحدره نحو الشمال الغربي، فالمصارف كلها هتروح تصب في بحيره قارون، فبحيره قارون هترتفع منسوب المياه، هتفيد على الاراضي الزراعيه اللي جنبها، يبقى كل ما دخلت ميه وما عرفتش اصرفها هتبوظ لي الاراضي الزراعيه، طب اعمل ايه؟ يبقى مشكله الفيوم الاولى هي ايه؟ قال لك التخلص من المياه الزائد. طب عملت ايه؟ وصلته بالريان. يبقى هنا السؤال، فسر توصيل الفيوم بالريان. اقول له التخلص من مشكله الصرف والحفاظ على منسوب بحيره قارون كمان، والتوسع الايه؟ الزراعي في قلب الايه؟ الفيوم. انا هعمل كده
ده توسع. يبقى مشكله الفيوم عشان لما اجي ادرسها في النشاط الاقتصادي الزراعي، مشكله الري ولا مشكله الصرف؟ فكر انت بقى فيه. طب تعالى بقى، الريان اصبح محميه طبيعيه، يبقى يجي لك بقى سؤال في امتحان اخر السنه يجي يقول لك الريان محميه طبيعيه. علم ان فيه العشرات من الطيور المقيمه والمهاجره، كمان فيه حفريات سواء كانت حيوانيه او متحجره. ده اعلن وادي الريان ان هو من التراث العالمي، لان فيه حفريات من اللي هي يعني قديمه جدا، لقوا في الماموث، ولقوا في كمان اللي هي الحيتان الضخمه اللي موجوده فيه اللي هي في وادي الحيتان. يا نهار ابيض، يعني ادي كنز، كنز من كنوز الصحراء الغربيه. العالم بيحافظ على التراث الطبيعي بتاعنا في وادي الريان. يبقى لما يجي يقول لي بقى سؤال يقول لي ما اهميه وادي الريان؟ طالب بقى الذكي يقول لك ليه اهميه. الاهميه الاولانيه انه بيخلص منخفض الفيوم من المياه الزايده. الاهميه الثانيه ان هو محميه طبيعيه. ممكن يغير لك السؤال يقول لك من المحميات الطبيعيه في الصحراء الغربيه. يقول لك الطالب يقول لك انا درست محميات؟ والله ما بكذب عليكم، يقول لك انا درست محميات؟ ما تقرا يا ابني الكتاب صفحه 87 يا ابني. طب مش معاك كتاب المدرسه؟ ما تبص له، مكسوف منه ليه؟ اهو يبقى من المحميات الطبيعيه في الصحراء الغربيه نقط. مين اديها لك في الكتاب؟ مع ان في محميات كتيره جدا، الصحراء البيضاء وهضبه الجلف وغيصه. قال لك ايه دي اللي انا حاطها لك في الكتاب عشان ما تجيليش اخر السنه اجي اقول لك من المحميات الطبيعيه فيها الصحراء الغربيه هضبه جبل عونات تقول لي لا ما فيش. لا انا قلت لك بقى في وادي الريان اهو، يبقى ما تنساش بقى وادي الايه. يبقى انا دلوقتي عرفت ان وادي الريان ده ليه اهميه المنخفض الفيوم، في نفس الوقت اهميته ان هو محميه ايه طبيعيه. الكلام ده موجود، محميه طبيعيه موجوده فين؟ في كتاب صفحه 87. وما انساش من الكلام، وقلنا مره قبل كده ان انا هحول لكم الكلام ده لخريطه بعد ما اخلص الشرح. طيب تعال، عندنا دي الواحه الفرافر، الواحه البحريه. الواحه البحريه ديت اصغر الواحات عشان ما انساش، تنتمي اداريا لمحافظة ايه، مش هقولها تاني رغم ان انا قلتها في اول حلقة وبخلي بالي قوي علشان تفكر معانا. الواحة البحرية ديت هامة جدا، لقوا فيها حديد، فلما هو فيها حديد وصلناها بخط سكة حديد عشان تودي الحلوان. يبقى ماذا يحدث لو لم يظهر الحديد في الواحات البحرية؟ وهكذا. خلاص، في سؤال عايز اقوله لكم تخلي بالكم منه، جه ثانوية عامة 95، السؤال هو الاجباري بقى صح او غلط. تكوينات منخفض الفيوم تتشابه مع تكوينات الصحراء الغربية. أقول السؤال تاني، تكوينات منخفض الفيوم تتشابه مع تكوينات الصحراء الغربية. فكروا فيه ونقشونا وبعتوا لنا الإجابة. بقول لك جه ثانوية عامة 95، مش من اختراعي، هو بيقول لك أنت فهمت؟ جاوب. ممكن يجي يقول له إيه؟ منخفض الفيوم يتشابه ويختلف مع باقي منخفضات الصحراء الغربية. تقول له انا عارف. طب ايه رايك اما اجي اقول لك ايه؟ منخفض الفيوم يتشابه ويختلف مع منخفض القطار. هو حر. طب ما منخفض القطار بقيت كل المنخفضات زيها زي بعض، ومش قال لك كلها تكونت نتيجه عوامل التعريه الهوائيه والجويه؟ فكر بقى يا جدع بقى شويه بقى، فكروا عشان اتفوق. طيب عندي بعد كده واحد سيوة. واحد سيوة دي تنتمي اداريا لمحافظة ايه؟ افكر. واحد سيوة تنتمي اداريا لمحافظة ايه؟ واحد سيوة دي متنوعة النشاط الاقتصادي، وهي متسعة من ناحية الشرق. خلاص، وهي قريبة من واحد جغبوب الليبية. يبقى من ايه؟ من المعمور. يبقى انا عندي واحد سيوة عرفتها. يبقى لما اجي اشوف الصحراء الغربية الاقي فيها واحات، الاقي فيها اشكال رملية، الاقي فيها تصريف داخلي يغلب عليها الاستواء، جافة ما فيهاش مياه، لكن فيها مياه جوفيه. طب وفي الشمال في مياه ايه؟ في الشمال بقى الصحراء الغربيه في مياه جايه منين؟ إيه؟ من الامطار. ده سؤال استراتيجي، قارن بين الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه من حيث المطر، من حيث موارد المياه، اسف، من حيث الاستقرار العمراني، من حيث مظاهر السطح. هو يجيب لك بقى اي حاجه من دي، من كل ده يجيبه في الامتحان، يجيب لك ثلاثه، يجيب لك اثنين منه، فكر. يبقى لازم اخلي بالي من الكلام ده كويس. واحد سيوة ديت من اجمل الواحات اللي موجوده
في الصحراء الغربية. خلي بالكم متعددة الموارد البشرية، متعددة النشاط الاقتصادي. تخيلوا بقى لو استغلناها تبقى شكلها ايه. ده حتى اسكندر الاكبر لما جه يزور مصر راح زار واحد سيوة يا جدع. ما تشوفوا بقى راح زار واحد سيوة ليه؟ هي خلاص حاجات يعني كنوز مصر الطبيعية والاقتصادية موجودة في الصحراء الغربية اللي احنا بنزعل منها دي. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن وادي النطرون، اتكلمت عن منخفض القطارة، اتكلمت عن واحد سيوة، اتكلمت عن الواحة البحرية، اتكلمت عن الوادي الجديد اللي هو الواحة الخارجة والداخلة والفرافرة، واللي انا ممكن يجي يقول لك ايه من اقرب الطرق الى الوادي الجديد طريق اسيوط، يبقى صح مع ان ممكن نروحها من سوهاج بس ده اقرب الطرق اللي هو مين اسيوط. يبقى كل دي حاجات لازم انا اخلف بيه. قال لك الصحراء الغربية يغطيها 40% من الرمال. طب تعالى بقى عندنا الرمال دي زي مين؟ زي الفراشات. طب الفراشات دي بتوجد فين؟ قال لك في اقصى جنوب الصحراء الغربية. طب ليه وهي الرمال نامعة الفراشات؟ قال لك لان الرياح الشمالية اللي بتهب على مصر بتضعف كلما اتجهت جنوبا، فرسمت الايه اللي هي الرواسب الرملية الصغيرة اللي هي عملت للفراشات. يبقى الفراشات يجي يقول لك بقى سؤال، فسر وجود الاحواض الداخلية، ادي واحد. فسر تصريف الصحراء الغربية داخلي، ادي اتنين. فسر الرمال تغطى 40% من الصحراء الغربية. ممكن مش شرط يجيب مفسر، ممكن يجيب من النتائج التي ترتبت على نشاط عوامل التعرية في الصحراء الغربية، مش شرط. فسر وجود اشكال رملية متعددة في الصحراء الغربية. دلل على صحة وخطأ تلك العبارات، 40% من الصحراء الغربية رمال. ما هو الأسئلة يا جماعة ما تاخدش في عيال يقول لك ايه، انا بشوفهم كتير اقول لك بس يا مستر احنا عايزين سؤال سين جيم. سين جيم ليه يا ابني؟ سين جيم قال لك عايز احفظ سين جيم. طب يا ريت الثانويه العامه سين جيم كانت تبقى لذيذه وجميله وخلص. ده انا لو حفظت سين جيم يبقى انا على شفا النجاح او لا قدر الله اشيل الماده، لان انا مش عارف السؤال هيجي لي ازاي اصلا. مش عارف انا السؤال هيجي لي ازاي. وعشان كده بنفتح كثيرا من الاسئله في قلب الحلقه واحنا بنشرح. تعالى حتى في اقليم مريوط. اقليم مريوط دوت بيقع فين؟ قال لك ده بيقع في الشمال. في شمال فين؟ شمال الصحراء الغربيه. طب اقليم مريوط بيطل على الساحل، على البحر المتوسط، يبقى فيه امطار، في احجار جيريه، في اشكال رمليه. الاشكال الرمليه دي هتخزن مياه الامطار. طب اقليم مريوط ده غرب مرسى مطروح يبقى ضيق. قال لك يبقى ده ليه؟ قال لك في هضبه اسمها هضبه مرمريكا. جت ثانويه عامه. قال له يا ضيق السهل الساحلي غرب مرسى مطروح بسبب نقط. اقول له بسبب اقتراب هضبه مرمريكا من خط الساحل. او بسبب اقتراب الحافه اقتراب الهضاب من الايه؟ البحر الايه؟ المتوسط. خلاص؟ اقول اسف البحر الايه؟ المتوسط. اهو سؤال اهو. يجي يقول لك طب ما الاهميه الاقتصاديه لاقليم مريوط؟ احنا عايزين بقى نعرف ايه هي بقى الاهميه الاقتصاديه لاقليم مريوط دي بقى. خلي بالكم كل دي اسئله. ويجي الطالب يقول لك ايه ده الامتحانات صعب. لا يا حبيبي مفيش امتحانات صعب. اقليم مريوط دوت ماله؟ قال لك عباره عن شريط ضيق يسير موازي لساحل البحر المتوسط، بيبدا من غرب الاسكندريه حتى للسلوم. في يتميز بايه؟ قال لك يتميز بوجود الكثبانات الرمليه البيضاء. الكثبانات الرمليه البيضاء ديت اللي هي ارسابات هوائيه من اصل بحر. وممكن يجيب لك سؤال افكرك، فاكر لما قلت لك سؤال في اول الحلقه؟ وفاكره لما قلنا هضبه الجلف تنتمي لتكوينات نقط؟ هقول له تنتمي لتكوينات الخرسان النوري. خلاص لما يبقى في رأس رمليه، افرض جالك سؤال قال لك ايه؟ نجحت زراعة التين والزيتون والقمح في اقليم مريوط. اقول له بسبب الامطار الشتوية التي تخزن فيها الرواسب الرملية فادت الى استقرار ايه؟ بشر. لازم اخلي بالي من الكلام ده يا جماعة. لما يجي بقى يقول لك ما الاهمية الاقتصادية لاقليم مريوط؟ تبقى الاجابة كالاتي. سهل ساحلي ممكن اعمل عليه منتجعات سياحية وقرى ومدن. أشكال رملية تخزن المياه مما ترتب عليه قيام استقرار بشري زراعي، نبدأ نزرع التين ونزرع الزيتون ونزرع هناك اللوز كمان. نقطة تانية تلال جيرية أعمل منها
طوب حجري يتلائم مع المنطقه. يبقى لما اجي اشوف بقى الصحراء الايه الغربيه، خلي بالكم من الكلام، واحد تصرفها داخلي، تكسر بقى الاحواض الداخليه، يغطيها الرمال، شوفوا قد ايه المياه خاليه جافه، جافه من المياه، واذا سقطت امطار، ده لو سقطت امطار تسقط نات على اي سيول لان المناخ صحراوي، يغلب عليها الاستواء، تتكون من هضبه رمليه في الجنوب وهضبه جيريه في الشمال، تتميز بوجود اقليم مريوط وهكذا. دي الصحراء الايه الغربيه كلها. عيدها تاني، 40% رمال، احواض داخليه، تصريف داخلي، مصدر الماء فيها اثنين، مصدر الماء مياه جوفيه، مصدر المياه امطار موجوده في الصحراء الايه، قصدي مصدر مياه امطار موجوده في اقليم مريوط، فيها منخفضات مأهولة بالسكان ومنخفضات غير مأهولة بالسكان. المنخفضات الغير مأهولة بالسكان الريان والفيوم، آسف، القطارة والريان، منخفضات مأهولة بالسكان فيها واحات اللي هي زي عندنا الواحة الداخلة والخارجة والفرافرة الثلاثة مع بعض، الواحة البحرية، واحة سيوة، وادي النطرون فيه سكان رغم وجود بحيرات ملح. لما نيجي ندرس بقى الصحراء الشرقية هيجيب لك الاثنين قصاد بعض، يقول لك دي تصرفها داخلي يبقى ده تصرفها خارجي. يجي يقول لك نشط عوامل التعريه الهوائيه في الصحراء نقط، نشط عوامل التعريه المائيه في الصحراء نقط، يغلب الطابق الجبل المحوري على الصحراء نقط، يغلب طابق الاستواء والانبساط على الصحراء نقط، اصغر الواحات في الصحراء الغربيه نقط، وهكذا، اطول الاوديه في الصحراء الشرقيه نقط، اعلى قمه جبليه في الصحراء الغربيه نقط، اعلى قمه جبليه في الصحراء الشرقيه نقط، وهكذا. تعالوا بقى بينا بعد ما اتكلمنا نظريا عن الصحراء الغربيه وشفنا مظاهر السطح فيها، تعالوا نشوف الكلام ده على خريطه عشان عمر ما انساها. ادي الصحراء الغربيه، طبعا زي ما احنا اتفقنا برسم الوادي والدلتا، معلش القلم بس، ادي الوادي، ادي الدلتا، وادي الوادي اهوت، وبعدين بقوم جاي راسم ادي الصحراء الغربيه اهيت، انا الزمن الصحراء الغربيه دلوقتي، تاني برضو معلش اهيت، ادي الصحراء الغربيه، لازم ارسم الوادي النهر النيل، وبعدين برسم اهوت، معلش اهوت، لازم تاخدوها مظبوطه، وبس التكنولوجيا بقى ايه هنتدرب عليها بعد كده. وبعد كده بقوم جاي راسم ادي السالي الساحلي، وادي خط اللي هو خط 25، هذه الخريطة اهيت، اهيت هنا كده عندي ادي جبل العوينات، يبقى ادي كتلة أرقية صلبة اهيت، ادي جبل العوينات، ده أعلى قمة جبلية في الصحراء الايه؟ الغربية. وبعدين ادي هضبة الجلف، خلي بالكوا اسمها هضبة الجلف، ودي خرسان نوبي، وبعدين عندي شكل رمل هنا كده اسمه بحر الرمال، ادي بحر الرمال اهيت، أشكال رملية فيها تغيرات طبوغرافية بسبب حركة الرياح المستمرة، مما ترتب عليه ان بحر الرمال غير مأهول بالسكان. شمال بحر الرمال توجد واحة سيوة، ودي واحة متنوعة في النشاط الاقتصادي. في هنا كده اشكال رملية اسمها الفراشات، الفراشات دي اتكونت ليه؟ نتيجة ان الرياح الشمالية بتضعف كلما اتجهنا شمالا، فظهرت تلك الايه؟ الفراشات. عندي ايضا هنا كده ادي الواحة الخارجة، الواحة الخارجة جواها الواحة الداخلة فوقها الايه؟ الفرافرة. هنا كده ادي منخفض الفيوم، في بعد كده وادي الريان، ادي هنا كده النطرون، ادي منخفض الايه؟ القطارة، في هنا كده هضبة اسمها هضبة مرمريكا اللي خلت السال الساحلي يضيق، وبعدين ادي اقليم مريوط موجود في الشمال اللي هو بيمتد من غرب الاسكندرية حتى مدينة الايه؟ السلوم. وعندي في هنا كده واحة اسمها واحد ايه البحرية، بادي الواحة البحرية، ادي الخارجة، ادي الداخلة، ادي الفرافرة، في غرد هنا اللي هو غرد بالمحاريق، معلش برضو عشان القلم بعيد تاني، بقولها تاني اهيت، برسمها بسرعة اهيت عشان مع اخر رسم اخر مرة بقى اهيت، اهيت برسم الصحراء اهوت، ادي هنا ثانية قنا وبنزل اهوت تحت، برسم كده هنا كده، دي الواحه الخارجه اهيت عشان يبقى كله شايفها، وبقول لكم مره قبل كده ان هو هيجيبها لي ازاي، وادي هنا كده الواحه الداخله،
الداخله ادي هنا الواحد داخله اهيت ده تاني معلش يا اولاد اهيت تكنولوجيا بقى ومش عايز اعيد تاني اهي ادي الواحد داخله الخارجه اسف ادي الخارجه اهيت وبعدين ادي الداخله وبعدين ادي الفرافره اهيت وبعدين بكمل بقى الخريطه اهي ادي هنا كده جبل العوينات بعد كده هضبه الجلف هنا كده اشكال رمليه اللي هي اسمها الفراشات ادي الفراشات بمسك القلم ما برسم وبعدين ادي بحر الرمال وادي هنا كده واحد سيوه بعد كده ادي منخفض الريان وز الفيوم جنوب الريان بكمل بقيه الخريطه هنا كده وادي النطرون هنا في كده بحاره مريوط اللي فوقها على طول مدينه الاسكندريه ده واحد سيوه وادي بحر الايه الرمال وادي الواحه البحريه وادي منخفض القطاره وهنا هضبه اسمها هضبه مرمريكا في الحته دي كده غرب مرسى مطروح وهنا كده ادي اقليم مريوط يبقى انا عندي فراشات وفي غير ده هنا اللي هو غير دبل ايه المحاريق يعني هنا بقى طول بس هو لحد هنا بالظبط يبقى انا كده رسمت الصحراء الغربيه طب ما ممكن يجيبها لي بطريقه ثانيه هيجيبها لك ازاي زي ما انا قلت لكم مره وبعد ذلك هيقوم جاي راسم ادي كده هيقوم جاي راسم بحيرة فيكتوريا نهر كاي الله الله يجي طالب يقول لك ايه اللي جاب بقى حوض النيل بقى ده احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه اهو رسم كده صغيره اهوت ادي حوض النيل وبعدين يقوم اهوت كده بسرعه ويقوم جاي عامل لي حركه طبعا حوض النيل بقى ايه مش عايز اكمله بقى اهوت انتوا كلكم عارفينه خدناه قبل كده كتير اهوت ويعمل ازاي بقى يقوم جاي عامل لك هنا كده منخفض القطاره ويقول لك الظاهره دي اسمها ايه او يجي لي هنا يرسم لي الفيوم ما هو الطالب بقى الشاطر يقول لك اه ده نربط مصر بحوض النيل ممكن يقوم يعمل لي هنا كده واح اللي هي الواحه الخارج وهكذا وهو ده اللي بيحصل في الامتحان بتاع اخر السنه ويجي الطالب يقول لك ايه ده انا مش عارف الظاهره جت لي انك انت سيادتك ما ربطتهاش لانك انت سيادتك ما ربطتهاش يبقى انا بشرح مصر اجيب بقى الصحراء الغربيه واقوم جاي رابطها في حوض النيل هنا عمر ما هنسى والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.